وفرة العرض تصعب علينا أحياناً اتخاذ القرار المناسب، وهنا يتحول الحصول على القطعة المثالية لتكوين المجلس مهمة صعبة تتطلب التجول بوعي وذكاء بين تصاميم تتراوح بين العربي العريق، الكلاسيكي والأوروبي المعاصر، الذي يبدو أنه بات هذه الأيام الخيار الدارج. ولتفادي هذه الإشكالية المحيرة للكثيرين، ينصح دائماً بالتوجه للخبراء لأنهم يملكون دائماً الجواب الصحيح لكل تساؤل عارض. الميلس هو أهم مكان في البيت، ولازم يكون مختلف عن غرفة المعيشة والصالة اليومية اللي نقعد فيها. من الأخطاء الشائعة دائماً اللي نسويها في تصميم الميلس، أولاً يروح ما ياخذ قياسات الميلس ويصير يشتري الأثاث، ممكن يطلع حجمه أكبر عن حجم الميلس اللي عنده أو المساحة الموجودة عنده. والخطأ الثاني اللي هو يصير يختار قطع أثاث ما تكون مناسبة عنده على ورق الجدران أو على الستائر أو على الأكسسوارات، لأنه يكون شاري هالأشياء قبل ما يشتري قطع الأثاث المهمة اللي هي الكنب والصوفات اللي بنحطها في الميلس. وثالث خطأ ممكن يقع فيه صاحب البيت اللي هو ما يكون عنده ثيم معين ويروح ينزل يشتري أثاث من السوق وقطع ما تناسب بعضها بعض، والنتيجة تطلع جدا سيئة. من الواضح أن مصمم الديكور سلطان الشيخ ركز على انتقاء الألوان المريحة للعين، وأنه لم يخشى دمج أكثر من خط في المساحة المتاحة أمامه ليكسر قاعدة دارجة، وهي أن تنوع القطع والإكسسوارات المستخدمة يمكن أن يقضي على التناسق. وجود القطع الخزفية الصينية التي راجت في السنوات الأخيرة في ظل الانتعاش التجارية الصينية التي لامست كل أسواق العالم، وجودها منح المجلس كثيراً من العراقة والرقي، والسر تناغمها مع أي طراز تدخل عليه، وكذلك الراحة والألفة التي تمنحها لعين الناظر. الطابع اللي اعتمدناه في تصميم هذا الميلس هو الطابع الكلاسيكي الحديث، واعتمدنا على ألوان بسيطة وهادية، وبعد حطينا اكسسوارات تناسب الثيم اللي عندنا، وحاولنا ندمج في المكان عدة قطع من عدة ستايلات مختلفة مثل الستايل الصيني وبعد الستايل الفرنسي الحديث. والجميل في هذا التصميم أنه ممكن بعد فترة إذا حسينا بملل من الإكسسوارات أو الكوشنز الموجودة على الكراسي ممكن نغيرها، وممكن نعتمد بعد على ألوان مختلفة غير اللي حاطينها عندنا اليوم. شكل صورة واضحة للمجلس الذي تريد الحصول عليه، ثم ابحث جيداً لأن ما تريده من قطع وتصاميم متاح أمامك، وتذكر أن سعر القطعة لا يعني قيمتها، وإنما المهم هو شكلها والروح التي ستدخلها على الفضاء الفارغ. بمبلغ بسيط وذوق رفيع يمكنك أن تشكل مجلساً يبهر كل ضيف قادم.